واحد بيقول كيف أجاوب شخص يقول إن أسرار الكنيسة أكثر من 7 لمجرد إن كلمة سر موجودة في أكثر من مكان في الكتاب المقدس؟ وجاي مثل اللي تعرفه سر الملكوت. كلمة سر لها معنيان. في احيانا كلمة سر يعني من ناحية شيء غير معروف فبتكشف معرفته او اعلان معين، يعني زي ما نقول عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، مش معناها ان يتضاف سر التقوى للاسرار 7 او سر الانجيل او سر الملكوت، انما الاسرار 7 هي عبارة عن نعم غير منظورة تعطى عن طريق صلوات طقسية واشياء منظورة. فمثلا المعمودية نعمة غير منظورة. ازاي يعني؟ يعني كون الإنسان يولد من الماء والروح، الولادة من الماء والروح ده أمر مش شايفه، حاجة غير منظورة، لكن بتعطى بطريقة منظورة اللي هي التغطيس في ماء المعمودية والصلوات. أو مثلا سر الميرون المقدس عبارة عن نعمة غير منظورة اللي هي حلول الروح القدس داخل الإنسان، بتعطى عن طريق المسحة المقدسة، وهكذا في باقي الأسرار. لكن تقول لي سر الملكوت وسر التقوى فين النعمة غير المنظورة اللي هنا؟ ما فيش. دي حاجة اسمها كشف. أقول الرسول أقول هو ذا سر أقوله لكم، إن احنا لا نموت كلنا لكن نتغير، ده معلومات. يعني في فرق بين حاجة عن معلومات وحاجة عن نعم.